يعبر منتدى الحقوقيين الجزائريين وبصفته جهة مراقبة دولية للانتخابات الفلسطينية عن بالغ أسفه لتأجيل الانتخابات التشريعية. منتدى الحقوقيين الجزائريين كهيئة رقابية دولية على الانتخابات الفلسطينية يعبر بطريقته عن منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين المقدسيين من المشاركة بالانتخابات في مدينة القدس المحتلة. يرى منتدى الحقوقيين الجزائريين أن ذلك حدث سببه تعسف سلطات الاحتلال وعدم السماح للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بممارسة مهامها في مدينة القدس. ودعا منتدى الحقوقيين المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية لإلزام الاحتلال للسماح للشعب الفلسطيني بممارسة حقه في مدينة القدس تصويتا وترشيحا. نحمل المسؤولية كاملة إلى الاحتلال الإسرائيلي لكونه يمنع إجراء العملية الديمقراطية في فلسطين، وأيضا يجب على كل المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية الوقوف والعمل الجاد من أجل إلزام قوات الاحتلال بالسماح للجانب الفلسطيني بإجراء الانتخابات في مدينة القدس. مراقبون نددوا بقرار الاحتلال الإسرائيلي منع إجراء الانتخابات الفلسطينية ووصفوه بالقرار غير المسؤول، وطالبوا المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لإجراء هذه الانتخابات خصوصا في مدينة القدس. المطلوب من المجتمع الدولي الوقفة المسؤولة تجاه المسؤوليات، ونحمل اللجنة الرباعية والاتحاد الدولي والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان من أجل الضغط على سلطة الكيان من أجل إجراء هذه الانتخابات بما فيها القدس. نطلب من المجتمع الدولي أن يضغط على إسرائيل للسماح للفلسطينيين بالانتخابات داخل مدينة القدس وقطاع غزة وكل المحافظات الفلسطينية. تتوالى الفعاليات الاحتجاجية الشعبية والفصائلية الفلسطينية التي تندد بمنع الاحتلال للمقدسيين من المشاركة في الانتخابات بمدينة القدس المحتلة. لقناة الوطنية الجزائرية، خضر الزعنون، غزة، فلسطين.